مواجهة نهائية في كأس الاتحاد الأفريقي بهدفين مقابل لا شيء لتيبي مازيمبي إبراهيم ندونغ، هو من كتب أول حلقات هذه الحكاية والرواية الصفاقسية في هذه المواجهة في الدقيقة 17، والختام كان مسك من البديل ياسين الخنيسي من حل مكان كواتي في الهجوم، لكن الممرر دائما هو نفسه صاحب التمريرة الهدف الأول، هو نفسه صاحب تمريرة الهدف الثاني فخر الدين بن يوسف، هدفان.